اهلا بيكو. فيديو النهاردة هنعمل بحث استرشادي عن الماء خاص بالصف الثالث الابتدائي. ناس كتيرة مش عارفة تبدأ البحث ازاي ومش عارفة تعمل البحث ازاي، فقررنا نعمل لكم بحث استرشادي عشان تقدروا من خلاله تعرفوا الخطوات اللي هتتبعوها في البحث. اول حاجة عندنا الوزارة نزلت 4 ابحاث خاصة بالصف الثالث الابتدائي، بحث عن السياحة وبحث عن الطاقة، بحث عن الصحة، وبحث عن الماء. هنا الطالب هيشوف ايه الموضوع اللي هيقدر يتكلم فيه وعنده معلومات فيه وهيعمله. احنا اخترنا موضوع عن الماء او بحث عن الماء عشان ناس كتير طلبت بحث عن الماء. تعالوا نشوف مع بعض مطلوب مننا ايه. للماء اهمية كبيرة في حياة الكائنات، في ضوء دراستك قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: أهمية الماء للكائنات الحية، الإنسان والنبات والحيوان. يبقى أول نقطة هنتكلم عنها أهمية الماء للكائنات الحية زي الإنسان والنبات والحيوان. تاني محور عندنا هنتكلم فيه دورك في ترشيد استهلاك المياه. ترشيد يعني تقليل. ثالث نقطة معانا تصميم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة بالسنتيمتر للحفاظ على الماء باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، ثم احسب محيط اللافتة. في هنا إرشادات عامة هنخلي بالنا منها: عدد الكلمات اللي هو الملخص من 20 لـ25 كلمة، الموضوع من 200 لـ250 كلمة، اللغة الأجنبية اللافتة اللي هنعملها من 8 لـ10 كلمات. تمام، دي الإرشادات اللي هنتبعها وإحنا بنعمل البحث. أول حاجة ده شكل القالب اللي هشتغل عليه. القالب ده نزل على موقع وزارة التربية والتعليم، واللي لسه ما نزلوش يكتب لي في الكومنتات وأنا هبعت لكم لينك تنزلوه على طول. مكتوب هنا الصف الثالث الابتدائي المشروع الرابع الماء. أول حاجة هنلاقيها عندنا هنا عنوان الموضوع، لازم اختار عنوان جذاب وعنوان جميل. هنا في كتبت لكم افكار زي: الماء ينبوع الحياة، قطرة ماء تساوي حياة، الماء سر الحياة، الماء والحياة. طبعا انتوا مش هتمشوا بالعناوين اللي انا حطاها دي، افكار وكل واحد يطلع فكرة من عنده. بعد كده هنلاقي الرقم التعريفي اللي هو كود الطالب اللي احنا جبناه بالرقم القومي، واللي لسه ما جابهوش هسيب لكم لينك بيوضح ازاي تجيبوا كود الطالب، هنلاقيه في الكومنتات تحت في اول كومنت وهنلاقيه في اخر الفيديو. طبعا هنكتب هنا كود الطالب وهنكتب جنبيه G3 زي ما قال وزير التربية والتعليم في اخر فيديو ليه الاكواد او التسمية للصف. طبعا احنا في الصف الثالث الابتدائي يعني G3. المقدمة، هنا المقدمة من 20 لـ25 كلمة. أنا كتبت مقدمة: للماء أهمية كبيرة في حياة جميع الكائنات الحية، الإنسان والحيوان والنبات، فالماء نعمة من الله، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا دي مقدمة، ده مثال للمقدمة، وانتوا فكروا وشوفوا المقدمة. تمام، بعد كده عندي عناصر الموضوع من 200 لـ250 كلمة. في هنا صور توضيحية، هبدأ أخش على النت وأجيب صور توضيحية للماء. طيب عندي عناصر الموضوع من 200 لـ250 كلمة. عناصر الموضوع اللي هي المحاور اللي انا هتكلم فيها. اول حاجة هو طالب مننا، هتكلم في المحور الاول عن اهمية الماء للكائنات الحية، الانسان والنبات والحيوان. زي ما احنا ما شايفين في البحث بيقول لنا: للماء اهمية كبيرة في حياة الكائنات، في ضوء دراستك قم باعداد مشروع بحث يتضمن ما يلي: أهمية الماء للكائنات الحية، الإنسان والنبات والحيوان. يبقى أول محور هتكلم فيه عن أهمية الماء للكائنات الحية، الإنسان والنبات والحيوان، وأبدأ أرتب أفكاري. أول حاجة هنا هتكلم عن أهمية الماء للإنسان. طب الماء مهمة للإنسان في إيه؟ لا حياة بغير ماء، فالإنسان لا يقدر أن يعيش بدون ماء، فالإنسان يشرب الماء ويغسل به الفواكه والخضروات ويطهي به الطعام ويغتسل به. هنا انا كتبت بحاجة بسيطة كده بتفكير بسيط زي تفكير
الأولاد في الصف الثالث الابتدائي، هبدأ أسأله المية مهمة للإنسان في إيه؟ هيبدأ يقول. وعايزة أقول لكم كمان ده درس موجود في كتاب القراءة اسمه قطرة ماء صفحة 36. نبدأ نقرأ الدرس كويس ونبدأ نكتب فيه. تاني نقطة هتكلم فيها أهمية الماء للنبات. الماء نستخدمه لنسقي به النبات والزرع لكي ينمو، فالزرع يشمل الفواكه والخضروات والأشجار والأزهار والحبوب كالقمح، وإذا لم نسقي الزرع فسوف إيه؟ يموت. دي حاجة بسيطة كده ممكن الطالب بقى يفكر ويكتب، ده نموذج استرشادي ما ينفعش أمشي عليه بالظبط، ما ينفعش أكتبه بنفس الكلمات اللي أنا كاتباها، لازم نغير فيه. ومن أهم برضو الحاجات إن أنا أنسق البحث وأنا بكتبه. تالت نقطة هتكلم فيها أهمية الماء للحيوان. الحيوان يشرب الماء ولا يقدر أن يعيش بدون ماء، ونحن نحصل على اللحوم التي نتغذى عليها من بعض الحيوانات، كذلك يستخدم جلد الحيوان في صناعة الملابس والأحذية. المحور الثاني، دورك في ترشيد استهلاك المياه. المحور الثاني، دورك في ترشيد استهلاك المياه. ترشيد يعني تقليل، هنا عايز يعرف دورك في تقليل استهلاكك للمياه، ايه الخطوات اللي ممكن اعملها عشان اقلل استهلاكي للمياه. ازاي نحل المحور الثاني؟ كل اللي بيسمعنا ياريت يضغط على لايك، والاول مرة يسمعنا يضغط على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل لكل فيديو جديد يوصل على القناة، وكل اللي بيسمعنا دلوقتي يضغط بسرعة على لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات عشان نقدر نتواصل معاكم وننزل لكم فيديوهات شرح كتيرة. تعالوا بينا نعرف ازاي نحل المحور الثاني، دورك في ترشيد استهلاك المياه. اول حاجة لو فتحنا كتاب العربي صفحة 37 درس قطرة ماء هنلاقي النقط دي موجودة. اول حاجة لن افتح الصنبور كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين، سأغلق الصنبور مباشرة بعد غسل وجهي، سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء ولن أغسلها تحت الصنبور لأوفر المياه، استخدام كوبا من الماء لغسل أسناني، سأطلب من زملائي عدم الإسراف في الماء، أحافظ على كل قطرة ماء. النقط دي يا ولاد موجودة في كتاب اللغة العربية قطرة ماء صفحة 37. ممكن ولية أمر تقولي طيب يا مس أنا ابني هيستخدم الكتاب وهيستخدم النقط دي وحضرتك منزليها في البحث على النت، وسيادة الوزير قال إن الأبحاث المتشابهة هتترفض وملغية. هبدأ أقولك ما تقلقيش وتطمني، سيادة الوزير قال المعلومات واحدة لأن المصادر اللي هنستخدمها هتبقى واحدة، أنت هتستخدمي كتاب المدرسة وانا مستخدمة كتاب المدرسة، بس الفرق هنا طريقة التعبير من طالب لطالب هتفرق، هو ده اللي هيتم عليه التقييم. سيادة الوزير قال ان كل طالب ليه طريقة في التعبير، فاللي هيحدد هنا طريقة التعبير بتاعة الطالب. المحور الثالث، لافتة على شكل مستطيل للمحافظة على الماء وحساب ابعاده. اول حاجة هرسم عندي مستطيل وهكتب لافتة باللغة الانجليزية ولافتة باللغة العربية. انا رسمت مستطيل وكتبت جوه لافتة اغلق الصنبور عند غسل الاسنان وترجمتها باللغة الانجليزية، وبدأت اقيس المستطيل. محيط المستطيل زي ما احنا مدرسنا في الحساب بيساوي الطول زائد العرض في 2. هنا طول المستطيل عندي 4 سنتي وعرضه 6 سنتي، 4 زائد 6 10 في 2 بـ20 سنتي، يعني محيط المستطيل عندي هنا 20 سنتي. طبعا انا مش هاخد الارقام دي بالظبط زي ما انا معاملها، لا انا هبدأ ارسم مستطيل وهبدأ اقيسه بالمسطرة اشوف طوله قد ايه وعرضه قد ايه، وهبدأ اجمعهم واضربهم في 2 واللي هيطلع هو دوت محيط المستطيل. الدنيا سهلة وبسيطة والموضوع سهل. بعد كده النتائج اللي انا توصلت لها من خلال دراستي للبحث ومن خلال عملي للبحث. توصلت النتائج ايه؟ اول حاجة ان الماء سر حياة الكائنات الحية. تاني نقطة
المحافظة على الماء وعدم الإسراف. تالت نقطة المحافظة على الماء. رابع نقطة عدم تلويث الماء. طيب المصادر اللي أنا جبت منها معلوماتي، أول مصدر عندي الكتاب المدرسي للغة العربية صفحة 37، كمان المكتبة الرقمية وبنك المعرفة المصري، دول المصادر اللي أنا جبت منها البحث بتاعي. طبعا كل واحد هيشوف المصدر اللي جاب منه البحث، استخدم الكتاب المدرسي هيكتب كتاب مدرسي، دخل على النت واستخدم المكتبة الرقمية هيكتب المكتبة الرقمية، دخل على موقع معين هيكتب أسماء المواقع اللي دخل عليه. في مواقع معينة هي دي المواقع المصرح بها في استخدامها في البحث. ونهاية الفيديو، اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك معايا ويفعل الجرس عشان يوصله كل فيديو جديد ينزل على القناة، واللي لسه ما عملش لايك ينزل بسرعة ويضغط لايك على الفيديو، واللي لسه مش عارف ينشئ حساب على المنصة او عمل وطلع غلط استنوني هنزل لكم فيديو ازاي تنشئي حساب على المنصة في 3 دقايق بالظبط بكل سهولة. استنوني وانتظروني في فيديو جديد. باي باي.